أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ورد في الشرع المطهر التهنئة بدخول رمضان؟ وهل من دعاء معين أو تهنئة معينة في ذلك؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك. فهذا يعطي البشارة بقدوم شهر رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه قدم عليهم شهر وأنه مبارك وأنه عظيم، فكأن هذا بشارة لهم وحث لهم على اغتنامه. نعم.